ربط الاسم بالبدع بدال طالعة ده ذاته ما صحيح. يعني هي دي مغالطة تاريخية، لأنه الاسم ده تلقى مكتوب في المصرية القديمة BUKA، وتلقى مكتوب في الأكسومية BUGA مع زيادة صغيرة، وجمع العربي بقى بجا. لو لاحظت معاي في إشكالية في الصوت بعد الباء، هل هو ك ولا هو ج ولا هو جا؟ أنا عندي وحسب دراسي هو لا ك لا ج لا جا، هو دا الريتروفليكس، صوت الضال المرتجع الالتوائي، لأنه ما في الصوت ده في اللغات ديك، فعبروا كل لغة عبرت بأقرب صوت للصوت ده. لأنه لما تيجي تحلل الاسم نفسه بداويات، هو بيبعد عن معنى بدو أصلا. فأنا عندي ورقة في الويب سايت بتاعنا اسمها إتيمولوجي الاسم بيجا، وإتيمولوجي هو البحث في الكلمة من ناحية تاريخيا، من ناحية معناها ومبناها. فأنا عندي دراسة كاملة حول الاسم، وأنا أفتكر إنه أصل الاسم كان بدا، بعدين كان مضموم وكسر. لو لاحظت تاريخيا بيو هناك، بيو في الأكسومية وبو في العربية، كسر مؤخرا، ودلالة الضمة الأولى موجودة في الاسم، هسي موجودة في الاسم. ما حقدر أتكلم في الكلام ده، كلام طويل جدا، لكن لو رجعت للمقالة حتقرأ الكلام ده. المقالة منشورة في بيجا كالتشر .org في الويب سايت. نعم. أشكرك أستاذ جمال. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال محمد. كان عندي شوية ملاحظة أستاذ محمد أدروب على السؤال اللي أصاره الأخ كميل. نرجع من التاريخ، يعني نرجع من التاريخ إلى الواقع. يعني ما هو الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للبيجا اليوم في كل من السودان وإريتريا، وكيف ترى السبيل للنهوض أكثر من قبائل البيجا؟ الواقع مزري باختصار شديد، الواقع مزري يعني. وأنا ما بفتكر أن هم عندهم حل غير أنهم يشعروا أو يعرفوا أنهم حاجة واحدة، واللوبي بعد ذلك. يعني ما أفتكر أنه في حل تاني، لكن ما دمنا نحن مفرقين بفعل الآخرين، وكل عشرة مننا عاملين حزب سياسي، ما حنقدر نمشي لقى تاني. طيب ترى المستقبل في وحدة البيع؟ ايوه، هي اصلا هم كانوا حاجه واحده. يعني نحن لو قرينا التاريخ شويه قبل 200 سنه، الحدود السياسيه دي ما كانت فيه. جميل. الحدود السياسيه دي عمل المستعمر لمصلحته، ما راح فيها. يعني ابتداء من محمد اسمه علي باشا، محمد علي باشا. نعم. ابتداء محمد علي باشا يعني كان ممكن يصل راس الرجاء الصالح، لكن لقى الايطاليين هنا ولقى الانجليز هنا ولقى الفرنسيين بهناك، اضطر انه يقيف يعني. فكان كل لغايه جنوب افريقيا كان يبقى السودان يعني، حسب فالقضيه ما يعني ما نحن ما سبب فيها، لكن ده ما ينفي انه نحن اصلا في المنطقه دي واحنا ناس وحدين. جميل. استاذ محمد الروضه، اذا يعني رغم القواسم الكثيره المشتركه في البيجا، بين البيجا نسمع احيانا بوجود صراعات بين ابناء البيجا خاصة في السودان، ما رأيك في ذلك؟ وعلى ما يعزل وعلى ماذا يعزل؟ هل تعتقد أن قبائل البيجا فعلا تشعر بما يجمع بينهم؟ أنا بفتكر أن القضية دي يعني أساسها هو ضمور المصادر الموارد في المنطقة. أنا بفتكر ده أساسها. طبعا لما تحصل المشكلة بتخلي آثار نفسية، وهي ممكن تتضاعف ممكن تقل، لكن أنا بفتكر أنه أساس المشكلة أصلا هي الضمور في الموارد في المنطقة. فمعالجة نحن لو الناس وقادرين يحلوا، الناس دي بيحلوا مشاكل عويصة جدا جدا، بس ما طرحت المسألة على المستوى ده بس. لكن لو فعلا طرحت على المستوى أنه والله إذا ناتج لصراعات موجودة، هم بيقدر يحلوا المشاكل في مجالسهم. جميل. أنا عمل أكمل لديك مذاكرة. الحقيقة لا يفوتني شكر الأخ جمال على الملاحظة الضافية، وأؤكد على أن الدور الأريتري سواء كان سياسيا أو شعبيا ظل على الدوام داعما للاستقرار في السودان وتطلعات مواطنيه. إضافة للسؤال الثاني، الحقيقة الحتة بتاعت شعب البيجا هو يمتد يعني
في دولة السودان ودولة أريتريا. ونحن حقيقة الحدود السياسية ما احترمت التاريخ الإثني والتاريخ الثقافي والامتدادات العرقية، وزي عملت هي فاصل ضد هذا التمدد وضد هذا البعد التاريخي. وقضية البيجة في شرق السودان وفي أريتريا مشابهة لقضية الأكراد بين تركيا والعراق وإيران، وقضية البربر والأمازيغ في المغرب العربي الذين أصبحوا مواطنين في دول مختلفة بغض النظر عن وحدة هذا الشعب. لكن أستاذ محمد دروب، يعني الحدود السياسية أصبحت واقع، فهل الدعوة لتوحيد شعوب البيجة هي تعارض مع هذا الواقع بتاع الحدود السياسية، ولا الناس حتقوم تعمل عمل يتجاوز الحدود ويحافظ على هذا الواقع؟ أنا الحقيقة باعتبار أن العمل الثقافي لا يتعارض مع الحدود، لكن العمل السياسي إذا تكلمنا عن وحدة شعب البيجة مؤكد حنقوم نتجاهل الحدود السياسية، وده شيء ممكن شيء لا يمكن. يعني أنت قلتها يا كنير، الشغل الثقافي لا يتعارض مع الحدود السياسية. يعني البيجة جوا مصر هم بيجة لو حملوا الجنسية المصرية، البيجة جوا السودان هم بيجة لو حملوا الجنسية السودانية، وهكذا يعني في الأربع دول هم موجودين فيها. فأنا بفتكر أنه هو الأهم النظر لده، لأنه أي محاولة هسي لشغل أكثر من كده بيكون ما موضوعي برأيي. فأنا بفتكر أنه الشغل الثقافي هو اللي بينمي الروابط، يقرب الناس لبعض، كويس؟ وبعدك مصيرة جدا. يعني المهم في الأول تشعر أنه هي صاحبة الأرض، هي حاجة واحدة، هي عندها الكثير من المشترك. أنت داير مجهول الحقيقة، بس عندي ملاحظة صغيرة. أنا أخشى أنه هذا العمل الثقافي الذي تجاوز الحدود تقوم من خلاله هذه الدول المختلفة تستشعر خطورة ما هو ثقافي، باعتباره يمكن أن يؤثر سياسيين في المستقبل. وارد طبعا، وارد. لكن هل ده بيخلينا نحن نحجم عشان شغل من الشغل عشان هم حيشعروا؟ لا، أنا أفتكر بالعكس، نحن نطالب بحقوقنا ما قاعدين نطالب بأكثر من كده. عندنا واجبات تجاه ثقافاتنا وتجاه لغاتنا، نحن نشتغل شغلنا. ده اللي بفتكر يعني. أتمنى التوفيق في هذا الإطار. سؤالي الأخير أستاذ محمد روب، شرق السودان موطن لكثير من قبائل وأعراق السودان. البحث والدراسات والأنشطة المختلفة باسم الجمعية الثقافية البيجاوية وما تهدف إليه من توثيق وترقية الثقافة البيجاوية، تفتكر هل ذلك يساعد في تقوية وتمتين النسيج الاجتماعي بشرق السودان أم العكس؟ هي طبعا بتوقف على الزاوية اللي بنظر بها كل شخص للموضوع ده. يعني المعروف أنه المنطقة بتاعت شرق السودان استضافت كل المجموعات السودانية، والكلام ده منذ الاستغلال، يعني 1900 أو قبله 1905 مبنية بوصلة. ما في إحساس بأنهم الناس الجو وفدوا، ما في إحساس بأنهم ما في أرضهم في وطنهم. لكن التعامل مع البيجة عايز معرفة عشان يتعاملوا معاهم. يعني في تعامل معاهم انطباعي، بمعنى إنه يقول لك والله البيجة ناس غامضين، يقول لك مثلا البيجة ناس عنيفين. يعني أنا بفتكر إنه ده وصف انطباع الثبت في المنطقة دي من التجربة. أنت كل ما قربت من البيجاوي كل ما تعديت حواجز عنده هو بموجب نشأته بمهنته في الخلا، هو دائما حذر، هو حذر من الحيوانات، حذر من الناس، حذر من الحشرات. يعني الحذر جزء من تركيبته. انت اذا قدرت تتجاوز البرية الحد ده بتاع الحذر ده، بعدك بتلقاه انسان طبيعي وانسان سلس. لكن ما في مشكله نحن نعترف انه في واقع ديموغرافي جديد في شرق السودان. ما في كلام طبعا. زي ما في حدود سياسيه متجاوزه متجاهله. نعم. للابعاد التاريخيه المتعلقه بالثقافات والاعراق. نعم. وفي في في بعض الباحثين بيقولوا انه يعني غير البيجة في المنطقه بيجوا اغلبيه.
that needs to be checked يعني ده عايز مراجعة أنا ما عندي إحصائيات لكن المؤشر هنا أنه نازل استضاف الناس وده الواقع الموجود نعم شكرا جزيلا أستاذ محمد أدروب معنا على الخط الأخ بابكر السلام عليكم بابكر أهلا بك تفضل معك على الباحث الفيديو محمد أدروب محمد نعم ماذا لديك شكرا لك يا بابكر شكرا لك والله يا بابكر نحن من 96 بنقول الكلام ده انه هذه الثقافه وهذه اللغه في خطر اذا كان الكلام ده صحيح وهو صحيح يبقى الترياق لده انه الناس تبتدي تشتغل يعني هو انا بديت كلامي بانه المطلوب ما كثير لكن في الاخر هو مطلوب شيء يعني انا بتكلم عن ما مش يعني لما تقول دعم طوال ذهن بعض الناس يمشي للقروش يعني هي ما القروش بس ما القروش المعرفة بالثقافة نفسها شوف ما في زول واحد ولا في مجموعة إذا كان هي جمعية الثقافة البجاوية أو غيرها هي ملمة بكل الثقافة دي إلمام كامل هذه الثقافة المعرفة حولها موزعة بين الناس كل زول بيعرف حاجة فده كله محتاج مجهود عشان يتجمع يعني انا لو ضربت مثال في الحته دي ما اعرف حيكون السؤال في الحته دي ولا ما اعرف يعني مثلا نحن من 96 كنا مشغولين ب ما نسميه اسماء الايام في البدايات يعني نحن هسه بنستعمل اسماء ايام عربيه يعني نحن بنقول تو سبت تو هات تو الاثنين تو ثلاثة تو أربعة تو خميس تو جمعة هي السبت أحد الاثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة مع أداة التعريف البداية خلاص طبعا ما كان في طريقة نلقى الأسماء في مصر لما كنا في مصر وطبعا ما كان بطريقة أكبر نلقاها لما نحن في أستراليا لما مشيت السودان يعني طرحت الموضوع في عند الشباب في الجمعية وابتدى البحث وطلعت أسماء طلعت مجموعتين للأسماء أنا عندي ورقة في الويب سايت اسمها أسماء الأيام البداية أسماء الأيام لقينا مجموعتين من الأسماء واحدة منها نحن بنرجح الأخرى يعني قالوا جانا خبر أنه في مرة في ريف وقر تعرف أسماء أربعة يوم في اللغة يعني فقلت للشباب يا جماعة دي حالة طوارئ المرة دي قبل ما تموت الحقوها جيبوا الأربعة بعدين نفتش الباقي لو في المهم بعد سنة من الكلام ده وصلتنا أسماء سبع أيام منها بس كانت مكتوبة يعني ما كان الصوت أنا كنت أفضل يكون بصوتة عشان أقدر أحلل الاسم تحليل صحيح المهم جاتنا سبع أسماء اثنين منهم واضح أنه أسماء عربية في اسم ثالث ما عرفنا يعني معناه فنحن رجحنا المجموعة الثانية لسبعة أسماء واضح أنه لما جيت بحثت فيها من حيث السياق اللي بيجمع شنو يعني كل أسماء أيام في أي لغة أسماء الأيام عندها سياق بيجمعها إذا أخذنا مثال اللغة العربية أسماء الأيام في اللغة العربية سياقها عددي 1 2 3 4 5 بعدين الجمعة والسبت ديل عندهم ظروف خاصة سياق الأيام سياق اللي بيجمع الأيام في اللاتين أو في الإنجليزي sun was a god إله man was a god Jews كده يعني هي أسماء آلهة فلما جيت أشوف السياق اللي بيجمع الأيام عندنا في البداويات لقيتها سياق بتاع سفر بتاع رحلة يعني الاستعداد للرحلة وال 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 والدابة بتاعت الرحلة ويوم ما بيسافروا فيه ويوم يصلوا فيه المكان ويوم يصلوا فيه الموطن سفرة
وهم معروف تاريخيا انهم ناس كانوا رحال في ثقافه الترحال. نعم ثقافه الترحال يعني. نعم جميل جدا استاذ محمد. شكرا بعدين الزمن ده عملنا دقيقتين. وانا جاي واحد سالني هل سنرحى حاكم بجو في السودان وفي قريبا. انا ما شايف ما يمنع من من من, من ابتداء يعني. نعم. ما شايف ما يمنع. نعم لكن It will need some time. عايزه طويل. عايزه شويه. نعم نعم في استراليا استاذ محمد ادروب محمد ما هو تصوركم للربط اكثر بين ابناء البيجا؟ والله انا بفتكر انه المبادره بتاعت اخونا محمد الخليف محمد خليفه هنا نعم اللي عملها بالاحتفال بتاع يوم السبت الفات اصلا الغرض من وراه انه يتكون كوميونتي بيجاوي. انا بفتكر انه حق الناس في المهجر يبتدوا يفكروا بالطريقه دي لانه أنا بفتكر إنه ممكن نعمل به حاجات كثيرة يعني إذا كان في ناس دائما بيتكلموا عن مساعدة أهلنا في الداخل well and good دي غنى ممكن تكون كويسة. في ناس بيتكلموا عن المحافظة على الثقافة هنا خايفين على ثقافاتهم هنا. أنا بفتكر إنه برضو سبيل أن الناس يسللوا حاجاتهم لأطفالهم هنا وهكذا يعني هو ممكن يكون أداء أنه ناس حققوا بها حاجات كثيرة إضافة لإنه البحث والدراسة في تاريخ هذه الثقافة وهذه الحضارة أيضا عايز شكل مشكلة التعامل. لكن البعض صار محمد يقول أن يعني صارت الهويات الخاصة والعزف على وتر القوميات يمكن يأتي خصما على الهوية الوطنية الجامعة. هذا سؤال طبعا بيضمر العنصرية يعني يقول لنا كل ما نعمل حاجة يقول لنا أنتم حاجاتكم دي عنصرية. أنا برضو عندي ورقة في الويب سايت اسمها العنصرية المسكوت عنه في اجتماعنا البشري. أنا ببحث في أول حاجة هي العنصرية شنو؟ لأنه نحن بنتكلم بمصطلحات الناس لو بيتكلموا يعني والمصطلحات ما مشتركة بيناتهم بيبقى حوار طرشان. يعني أول حاجة يتفقوا على المصطلحات. نعم. فقمت حددت يعني حاولت أحدد المصطلح بتاع العنصرية هي شنو؟ بعد ذاك قعدت بحثت مين اللي بيمارس العنصرية في السودان إن فاكت. يعني ابتديت انتي كلوك وايز من الشمال دارفور جبل النوبة او الكردفان جبل النوبة الجنوب الانقسنة البيجا. انا لقيت الناس دي ما قاعدين يمارسوا عنصرية. هي شنو ممارسة العنصرية؟ هي فرض ثقافتك على الاخرين. الشمالين ما قاعدين يعملوا كده، ناس دارفور ما قاعدين يعملوا كده، الجنوب ما قاعد يعمل كده، الانقسنة ما بيعمل كده، احنا ما قاعدين. طيب مين اللي هي في مين اللي بيعملها؟ طيب هي في اللي بيعملها منو؟ هي اللي بيعملها ما سمي اصطلاحا هو المركز. نعم المركز دخل في اشكاليه. هي انا في تقديري يعني مع احترامي لاراء الناس هي وهم انه هم صدقوا انهم عرب. والمركز مكون من منو؟ مكون من الناس اللي في الهامش. الناس دي خلوا مناطقهم وجوا نسوا ثقافاتهم و نعم اسفين جدا استاذ محمد الباحث البديل محمد ادروب محمد في الزمن ده عملنا طبعا البرنامج القادم. شكرا استاذ احمد. وشكرا الاستاذ الباحث البيجاوي محمد ادروب محمد. ونشكر ايضا الاستاذ المهاجر كمان والاستاذ المهاجر الاستاذ خالد عثمان. شكرا جزيلا. وبهذا مستمعينا الاعزاء ناتي الى نهايه برنامج اليوم وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم. كان معكم في الميكروفون احمد محمود وبرهان اسماعيل.